وموقف وزارة الكهرباء. معانا الآن دكتور أيمن حمزة متحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير. تسلمي يا رب. يعني زيادات، يعني أكيد حضرتك وصل لك الاستياء من فئات كثيرة من الشعب لهذه الزيادة وفي هذا التوقيت، ردك إيه؟ هو طبعا احنا كلنا في مكتب بعد كنا بندفع لخطوط الكهرباء، ومن قوي طبعا ان الكهرباء تبقى موجوده نمره واحد، وما يعني استدامه الكهرباء وتيار الكهرباء والتوزيع الكهربيه دي استفاده لينا احنا على المستوى الشخصي للمواطنين وعلى المستوى العام بالنسبه للبلد كاقتصاد وتنميه. العجز او الاعباء الماليه القطاع كبيره جدا ضخمه، يعني لو فضلت كده هيؤدي الى عدم استطاعه القطاع اللي هو استدامه التوزيع الكهربي. تمام. ودوت يعني اعتقد ان ده يعني غير مقبول، او احنا كمواطنين مش هنقبل ان هو نرجع تاني للفتره اللي هي في الاطلاق. وعشان كده كان التحريك برضو كان يعني الى قدر كبير، يمكن السنه دي اقل تحريك حصل في ضمن الخطه اللي هي موضوعه من 2014. تمام. يمكن تقريبا على المستوى العام كده في حدود يعني متوسط عام حوالي 26%، او يعني وعلى المدى حوالي 24%، او الجهد المنخفض حوالي 20%. ف يعني على قدر المستطاع حاولنا ان احنا يبقى في محافظه على محدود الدخل، ويمكن التحريك الشرائح كلها يعني زي ما كان معالي الوزير وضح بالتفصيل، كل شريحه وكل قيمه استهلاك هيدفع يعني مثلا 50 كيلو. تمام. بدل ما كان هيدفع 7 جنيه ونص هيدفع 12 جنيه بزياده نسبتها 69.2%، صح؟ لا، هي مش باللي بتحسب بيه بالنسبه الكبيره ديت، يعني نسبه الزياده قد ايه دكتور؟ الاعباء الموجوده، لا المتوسط العام كله في حدود 26%، يعني في الزياده بتاعتهم قليله، في زياده كبيره. تمام. ده خلينا في 50 شريحه ال 50، هي زادت من 13 ل 22؟ من 13 قرش ل 22 قرش. طب يبقى الزياده كده بنسبه 69.2%. لا، هي مش بالنسبه، هي تعالي احسبها بيه، هو هيدفع كام؟ يعني هو لما الواحد بيستهلك كهرباء ويدفع 12 جنيه في الشهر. تمام. يعني اعتقد ان يعتبر قيمه بسيطه جدا في ظل ان هو ان الكهرباء الكل يقدر يستفيد بيها. طيب هو في سؤالين يا دكتور ايمن، اللي هي 50 كيلو بتحسب بالكيلو، صح؟ طيب الزياده فيها يعني من 13 قرش ل 22 قرش، الاستغراب بالنسبه للمواطن اللي اكتر من 1000 كيلو من 135 ل 145، يعني زياده تقريبا 8%، ليه؟ لا هو مش على كده، فاهم؟ احنا بنبص لها ان اصلا هو بره الدعم، يعني ما فيش دعم ليه خالص، اللي هو اللي فوق ال 1000 كيلو هو اوريدي اصلا بره الدعم خالص. بره الدعم، وهو من السنه اللي فاتت وهو من بره الدعم، ولما بنحمله برضه ما بنحملهوش زياده قوي، ولكن احنا بنحمله بحيث ان هو الفرق يدعم للفئات الاقل والاقل استهلاك. حضرتك عارفه ان يعني في الشرائح يمكن اكبر شريحه موجوده اللي هي ال 200 كيلو. تمام. 200 كيلو يعني برضو النسبه بتاعت الزياده فيها قليله، مش كبيره، يعني دي اكبر نسبه، يمكن فيها حوالي 11 مليون مشترك، احنا من ظل 26 مليون مشترك 11 منهم في الفئه اللي هي المتوسطه اللي هي عند 200 كيلو. فبالتالي لما حصل التحريك حاولنا ان احنا يبقى فيه مراعاه، يمكن يعني تمام جهاز المرفق راعى بشده كبيره جدا، هو اصلا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك، الاساس بتاعه اللي هو حمايه المستهلك. سؤال اخير دكتور ايمن، هل هناك زياده اخرى في الكهرباء؟ احنا الخطه موضوعه من 2014 على اساس ان هو تنتهي، كان المفروض تنتهي في 2019. تمام. ولكن طبعا بعد القرارات الاقتصاديه والاصلاح الاقتصادي اللي كان لابد منه، تم اضافه حوالي 3 سنوات اخرى بحيث تنتهي في 2022. يعني في زياده اخرى. ولكنها في شهر 7 لسه، يعني احنا شهر 7 الجزء اللي هو في شهر في يعني
خلينا في الجزء اللي هو الموجود حاليا. احنا التحريك اللي حصل اللي هو في شهر 7 بدايه شهر 7 السنه، انما الخطه الموضوع ان يترفع الدعم من على كاهل الدوله، ولكن بالحفاظ على الدعم اللي بنسميه الدعم التبادلي داخل الشرايح حتى 2022 باذن الله. تمام، تشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء.